في ظل المنافسة الشديدة بالجزائر تجارب أداء مذهلة لسيارة فيات 500 إكس. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، ما تنسوا اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا نجاح من الفيديو، ربي يحفظكم إن شاء الله. اشتدت المنافسة بين علامات السيارات في الجزائر مع فتح سوق الاستيراد وكذا التصنيع ودخول عدة علامات على غرار فيات، جيلي، شيري، ديافاسكا وغيرها، في انتظار دخول علامات أخرى خلال السنة المقبلة. بالنظر للمميزات التي تتوفر في السيارات الجديدة، لن تكون المنافسة سهلة بين وكلاء استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر. حصة توتوبسيون التي تعرض على تلفزيون النهار قدمت تجربة أداء سيارة فيات 500 إكس بمحرك 1.4 لتر تيربو، حيث قامت برحلة من الجزائر العاصمة إلى سطيف وبرج بعراريج لمعرفة مميزات السيارة. جرب مقدم الحصة الصحفي محمد شوقي علاك نظام المساعدة على القيادة، والذي يتم تفعيله بالضغط على زر صغير بلوحة القيادة، ولاحظ السائق أن السيارة تقوم بتعديل المسار دون لمس المقود وشاهد نتيجة رائعة، بالإضافة لنظام يذكر السائق بوضع يديه على المقود في حال شعر السائق بالنعاس أو التعب، خصوصا في المسافات الطويلة، وكذا نظام الأمان الذي يراقب ضغط العجلات. بخصوص استهلاك البنزين، لاحظ السائق أن الاستهلاك متوسط حسب درجات السرعة التي يسير بها السائق، كما أن المحرك لا يتعب مع تزايد السرعة وحركة السيارة تتم بكل سهولة. أشار محمد شوقي إلى أن سيارة فيات 500 إكس تمكن السائق من رفع المقعد إذا كان قصير، كما توفر نظام تحريك المقود إلى الأسفل والأعلى، وهو ما يساعد خاصة الفئة النسوية على القيادة بأريحية. ما تنسوش خوتي اشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا نجاح من الفيديو، ربي يحفظكم إن شاء الله.